السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله النهارده معانا فيديو مهم جدا جدا جدا، وهنراجع النهارده على الفصل الاول من الفيزياء لتالتة ثانوي. معلش شباب، لو انت وراك اي حاجه فيا ريت ما تشوفش الفيديو ده دلوقتي، يعني حاول تشوفه في وقت انت تكون فاضي وهتجيب ورقه بس، معلش يعني، او هتجيب نوته وهتسجل معايا كل ملاحظه انا هقولها، لان في فيديو النهارده انا مش بس هراجع على كل القوانين، لا انا هراجع على بعض الافكار. ما اقدرش اقول ان هي كل الافكار، لان الفيزياء زي ما انتم عارفين افكارها كتيره، فانا هراجع النهارده على اهم الافكار، وان شاء الله الحلقه الجايه هنحل الفصل الاول، الاختبار الاول والاختبار الثاني والاختبار الثالث من كتاب نيوتن باذن الله تعالى. فيلا بينا كده عشان ما نضيعش وقت، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونيجي بقى لأول نقطة معانا هنا، أول نقطة معانا وهي شدة التيار. شدة التيار اللي هي عبارة عن الاي، اي بيساوي كيو على تي. أنا كل ده بعمله ليه؟ علشان تعمل ريميمبر، يعني تذكر كل حاجة أنت أخدتها في الفصل دوت، وبالتالي أنت بتنونها معايا، مفيش أي مشكلة. تمام؟ طيب الكيو اللي هي الكمية الكهربائية في الزمن. طيب الكيو اللي هي عبارة عن الان اللي هي عدد الإلكترونات في شحنة الالكترون الواحد اللي هي عبارة عن الـ. طيب جانب بتساوي ايه؟ جانب بتساوي 1.6 في 10 اس سالب 19، وبيجيبها لك في المسألة يعني عادي لو انت نظام اوبن بوك، فبالتالي هو مش هيجيبها يعني، وانت هيجيبها من الكتاب. طيب بيقول لك لو انا عايز اجيب تيار جزيئي، قبليها خلينا نشوف بقيه القوانين بتاعه شده التيار. قلنا اول قانون بيساوي الكميه الكهربائيه على الزمن، تاني قانون بيساوي الفي اللي هو فرق الجهد على المقاومه بتاعتي. ما انا عندي فرق الجهد من قانون اوم بيساوي الاي في الار، تمام؟ فبالتالي الاي بتساوي الفي على الار، كمان بيساوي البي باور على الفي او البي دبليو على الفي. البي دبليو اللي هي بتاعت مين؟ اللي هي بتاعت القدره، وهناخدها كمان شويه، هديك كل القوانين بتاعت القدره، فما تقلقش الموضوع دوت. خليني في الحته ده عشان مهمه جدا، الله يرضى عليك، وكمان هناخد عليها يعني مثال كده في ثانيه. بيقول لك هنا التيار الجزئي، يعني ايه التيار الجزئي؟ قال لك التيار الجزئي ده مثلا هرمز له باي 1، اي 1 بيساوي اي كليه في ار 2 على ار 1 زائد ار 2. مش فاهم اي حاجه في الدنيا، خلينا ناخد مثال بسيط. المثال بتاعي هو ده، انا مش هقرا السؤال بس هو خلاص السؤال، هو عايز قراءه الاميتر. فين قراءه الاميتر ده؟ طيب عارف قراءه الاميتر ده هتيجي ازاي؟ بص انا عندي هنا 35، انا هبص اللي داخل هنا، هبص على اللي داخل وهبص على اللي خارج. هلاقي مثلا اللي داخل لو افترضنا ان هو داخل 5 وخارج 3، يبقى اللي هنا كام؟ اللي راح هنا 2. تمام، هي دي فكره السؤال. انا بقى عايز دلوقتي اجيب التيار اللي ماشي هنا، هجيبه ازاي؟ ما ده تيار فرعي وده برضه تيار فرعي عشان اجيب الاثنين دول، فخلينا نجيب التيار الفرعي الاول. انت قايل لي ان القانون بيساوي اي كليه في ار2 على ار1 زائد ار2، انا هكتبه وهوضحه لك. انا كتبت قانون، حلو الكلام؟ حلو. طيب انا رمزت دي باي 1، جميل. الاي كليه جانب بكام؟ الاي كليه جانب ب 35 في ار2، يعني انت مش بتاخد الار بتاعتها، مش بتاخد المقاومه بتاعتها، لان انت بتاخد المقاومه الثانيه، المقاومه الثانيه اللي متوصله معاها على التوالي او متوصله معاها على التوازي. هنا متوصله معاها على التوالي 18، حلو قوي، على مجموع المقاومتين 18 و3 21، اعملها على الاله الحاسبه هتطلع لك بتساوي 30. تمام، فبالتالي اللي داخل عندي هنا يا شباب 30، هكذا. دي برضه هنعملها بنفس الطريقه بس عشان السؤال ده ان شاء الله هنحله مع الاختبار. تمام، ف كنت بجيب لك المثال ده بس عشان المعلومه تثبت يا شباب. تمام، طيب نيجي بعد كده لفرق الجهد الكهربي. بسم الله، اول حاجه فرق الجهد بيساوي شده التيار في المقاومه، وده طبعا اللي هو بتاع قانون اوم. حلو يا شباب، حلو. انا عايز بس انوه هنا على الحته، محدش يقول لي العلاقه ما بين فرق الجهد والعلاقه ما بين المقاومه علاقه طرديه، ابدا. محدش يقول لي العلاقه ما بين المقاومه والعلاقه ما بين التيار علاقه عكسيه، ابدا. ليه؟ لان ده متغير، يعني ما ينفعش تقول لي ده عكسي وده متغير. لو هو اثبت لك او قال لك ان فرق الجهد بتاعي ثابت، اذا العلاقه هنا عكسيه. لو قال لي ان الاي او شده التيار بتاعي ثابت، يبقى اذا العلاقه هنا علاقه طرديه. تمام، لازم في العلاقات يكون عندي المجهول الثالث ثابت. وصلت القدرة؟ طبعا هناخدها كمان شوية. بيقول لك ان الفرق الجهد بيساوي القدرة على الكمية الكهربائية، او فرق الجهد بيساوي القدرة على الاي، هناخدها كمان شوية. قوانين القدرة كلها، قانون اوم بتاع الدوائر المغلقة، طبعا القانون اوم العادي اخدناه بتاع الدوائر المغلقة، وارسمها لك كمان شوية، يعني هقول لك يعني ايه دائرة مغلقة، وامتى استخدم القانون ده وامتى استخدم القانون ده، هناخدها كمان شوية. بداية القانون ان عندي الفي باتري جانب بتساوي الاي في الار زائد الار الصغيرة اللي هي بتاعت المقاومة الداخلية. منها جبت ان الاي بتاعت الاي اللي هي شد التيار بتساوي الفي باتري على الار اللي هي ار داش، اللي هي عبارة عن مجموع المقاومات زائد المقاومة الداخلية.
القانون ده انا هشرحه بالتفصيل اكتر كمان شويه فما تقلقش. بعد كده القدره، القدره اللي هي باور، القدره ليها كذا قانون. القانون الاول ان هي بتساوي الاي اللي هي شده التيار في فرق الجهد. جميل جميل تمام. فرق الجهد ده انا عارف ان هو بيساوي من قانون اوم الاي في الار، صح؟ خلاص هحط مكانه اي في ار، يبقى اذا القدره بتساوي الاي تربيع في الار، ما غيرتش اي حاجه، الاي اتضربت في الار، الاي اتضربت في الاي بس. تمام تمام. قال لك ليه قانون تاني برضو، ان هو بيساوي الطاقه على الزمن، بيساوي الطاقه على الزمن. تمام. وكمان ليه قانون اخر اللي هو في تربيع على الار. طيب امتى استخدم القانون دوت وامتى استخدم القانون دوت؟ قال لك تستخدم القانون دوت لو انت بتستخدم، لو انت عندك شده التيار تستخدم القانون ده، لو انت عندك فرق جهد. تاني القانون ده لو انا عندي شده التيار، القانون ده لو انا عايز فرق الجهد. وصلت؟ طيب بعد كده ننتقل لجزء جديد وهو يا شباب المقاومه النوعيه. ايه هي المقاومه النوعيه؟ اللي هي الرو اي. حلو قوي. تمام. قال لك ان الار بتساوي الرو اي في ال على الباي ار تربيع اللي هي مفكوك الاي او مفكوك المساحه. تمام تمام. حته مهمه قوي يا شباب، درجه الحراره. درجه الحراره فعلا بتاثر او من العوامل المؤثره على المقاومه النوعيه. ليه؟ لان كل ما زادت الحراره كل ما زادت حركه الجزيئات داخل السلك، فبالتالي بتزيد المقاومه النوعيه، بتزيد المقاومه النوعيه. بالنسبه للعلاقه ما بين الار وما بين ال وما بين الاي هديلك كمان شويه. نيجي بعد كده يا شباب للتوصيليه الكهربائيه. التوصيليه الكهربائيه بنرمز لها بالرمز اللي قدامك دوت، وهي بتساوي واحد على الرو اي او بتساوي ال على الار في الاي. يعني ايه بتساوي ال على ار في الاي؟ اللي هي بتساوي طول المقطع بتاعي على المقاومه في مساحه المقطع. بحيث مثلا لو هو جاء اتكلم عن العلاقات ما بينهم، طبعا الطول بيكون ثابت، فبالتالي العلاقه ما بين مساحه المقطع وما بين التوصيليه الكهربائيه يجي يسالني دي علاقه ايه، او قايل له دي علاقه عكسيه. تمام. هتقابلنا مسائل عليها ان شاء الله. نيجي للحته اللي قلت ان انا هقولها لك من شويه، الحته اللي هي بتاعت مين، بتاعت المقاومه النوعيه، ان الار 1 على الار 2 بتساوي ال 1 على ال 2، لان العلاقه ما بينهم هي طبعا ما فيش علاقه لان انا عندي متغيرات، ولكن جانب طرديه. تمام. بتساوي الـ A2 على الـ A1. طيب اشمعنى الـ A عكستها؟ لأن الـ A جار عندي في المقام. تمام. الـ A جار عندي في المقام، فبالتالي بينتج علاقة عكسية ما بينهم. الـ R2 على الـ R1 طبعا دي اللي هي مفكوك الـ باي R2 على الـ باي R1، ولكن باي بتروح مع الباي، وهنا لازم تربع وهنا لازم تربع. القانون الأهم من كده اللي أنا بستخدمه على طول اللي هو ما بين المقاومة والطول والمساحة هو القانون دوت، إن أنا عندي R1 على R2 دي بتساوي L1 على L2، ولكن هنا أنا عكست، يعني الآر بتتشقلب. ليه الآر بتتشقلب؟ لأن بص كده الآر كانت عندي هنا في المقام، فبالتالي لو جينا نتكلم عن العلاقات هتنتج هنا علاقة عكسية، فبالتالي دي لازم تكون في المقام، قصدي لازم تكون متشقلبة. لكن ديت لو تلاحظ إن هي معاها إيه؟ هنا في البسط، فبالتالي علاقه طرديه. تمام تمام. فبالتالي اخدتها هنا الار 2 الكل تربيع على الار 1 الكل تربيع. ده كده يا شباب قانون. تمام. انت قلت لك الاثبات بتاعه جامد. ننتقل بعد كده لتوصيل المقاومات، ومهم قوي اللي جاي ده يا شباب، مهم جدا. يعني اول حاجه التوصيل على التوالي. التوصيل على التوالي كنت بقول ان الار داش او محصله المقاومات او المقاومه المكافئه كانت بتساوي R1 زائد R2 زائد R3، لان دول متوصلين على التوالي بتجمع المقاومات. ما عنديش اي مشكله في الموضوع ده. قال لك لو متساويين مثلا عندي مقاومه 2 و2 و2 و2، قال لك خلاص خد 2 مثلا وعندي مقاومتين، يبقى 2 في 2 ب 4، عندك 3 يبقى 2 في 3 ب 6. تمام. بتاخد عددهم في ار واحده منهم. حلو الكلام. قال لك ان I1 بيساوي I2 بيساوي I3، الشد التيار اللي هنا هو اللي هنا هو اللي هنا، لان طبعا اللي بيسري في التوالي هو تيار واحد. نروح بعد كده للتوصيل على التوازي يا شباب. التوصيل على التوازي بيكون منظره عامل كده، في توازي، في توازي ما بين التوصيلات. طيب اول حاجه قال لي ان ار داش كانت بتساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. وفين وفين اصلا عم بتستخدم القانون ده؟ ليه؟ لان لو انا عندي مقاومتين باختصار كده، باخد المقاومه الاولى في المقاومه الثانيه على مجموع المقاومتين، المقاومه الاولى في الثانيه على مجموع المقاومتين، ده يدينا ار داش. طيب لو عندي يعني مثلا انا عندي، افترضت ان انا عندي هنا مقاومه 2 وعندي هنا مقاومه 2، خلاص هاخد مقاومه واحده على عددهم 2 على الاثنين اللي هي بواحد. تمام تمام. الحته دي طبعا انتوا اكيد عارفينها. طيب فرق الجهد، قال لك ان فرق الجهد في الاولى بيساوي فرق الجهد الثانيه بيساوي فرق الجهد الثالثه. ليه؟ لان انا عندي هنا لو تلاحظ مثلا لو انا عندي بطاريه،
تمام. الحتة دي هقولها بالتفصيل اكتر دلوقتي. لو انا عندي بطارية هلاقي ان فرق الجهد اللي بيجي هنا هو نفس فرق الجهد اللي بيجي هنا ونفس فرق الجهد اللي بيجي في المقاومة التالتة، يعني لو عندي 3 مقاومات. تمام، ما اصبر على الحتة دي هقولها حالا، اصبر عليها. طيب بيقول لك هنا القوة الدافعة الكهربائية، القوة الدافعة الكهربائية اللي هي ال V battery. ال V battery قال لك بتساوي ال I في ال R dash زائد ال R الداخلية، أو اللي هي المقاومة الداخلية. تمام، أو ال V بتساوي ال V battery ناقص ال I في ال R. كل اللي أنا عملته إن أنا فكيت القانون بتاع ال I، يعني الحتة دي مش لازم نثبتها. تمام، أكيد معروفة. في حتة بقى أهم يا شباب، مهمة جدا 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 جدا. إيه هي؟ بصي على الحتة دي، الله يرضى عليك، الحتة دي بتوقع جدا. بص، أول حاجة لو أنا عندي البطارية في حالة شحن، لو أنا عندي البطارية في حالة تفريغ، لو أنا عندي لو أنا عندي مفيش بطارية أصلا، الله يرضى عليك، ركز معايا. بص، أول حاجة أنا هنا البطارية بتاعتي، بص الحتة دي كده، السهم جاي عليها صح، السهم جاي على الموجب. بص، أنا عارف إن اتجاه البطارية بتاعي بيكون للموجب، بيطلع من الموجب، بيطلع من الموجب كده شحنات، يعني الموجب بيطلع تيار. تمام، لا الموجب ده جاي له سهم، الموجب ده جاي له سهم، يبقى اكيد هو بياخد تيار دلوقتي، هو بياخد تيار، بياخد تيار، يبقى هو في حالة شحن. طيب هنا بص، لو تلاحظ السهم جاي فين، السهم نازل منه، يبقى اكيد الموجب ده بيطلع لي تيار، يبقى في حالة تفريغ. في حالة تفريغ عرفنا الفرق ما بينهم. ناخد اول قانون، قال لك لو انا عندي بطارية، لو انا عندي بطارية اصلا بطارية، يبقى في الحالة دي لازم استخدم قانون أوم للدوائر المغلقة، عشان بيكون عندي هنا كده في باتري. طيب لو أنا ما عنديش أصلا بطارية، في الحالة دي أنا بستخدم قانون أوم العادي، بستخدم قانون أوم العادي، الحتة اللي قلت لك فرق ما بينهم. تاني لو أنا عندي بطارية، قانون أوم للدوائر المغلقة اللي هو في الفي باتري، تمام، وفي المقاومة الداخلية. لكن لو ما فيش عندي بطارية، عندي مقاومة بس مع الفولتميتر، في الحالة دي أنا بستخدم قانون أوم العادي. تمام. طيب في الحالة الأولى لو أنا عندي في حالة شحن، وفهمنا الشحن بيكون إمتى؟ في حالة الشحن قال لك أنا هجمع، يعني إيه هجمع؟ أنا عارف إن الـ V بتساوي الـ I في الـ R، قال لك هتجمع عليها الـ VB، هتجمع عليها الـ VB، تمام؟ الـ VB اللي هي بتاعت هنا. طيب عارف ليه أصلاً؟ أنا عارف إن الفولتميتر ده بياخد شدة التيار في الـ R، دي ما فيش فيها أي مشكلة، تمام. ولكن ال VB كمان هياخدها علشان هما في حالة شحن، يعني مثلا انا كان عندي هنا تيار، التيار اللي هنا دخل لمين؟ دخل لل VB، فانا عايز التيار اللي دخل لل VB ده اخده معايا عشان اعرف التيار، عشان اخد التيار الكلي بتاعي، تمام، او عشان اخد فرق الجهد الكلي بتاعي. وصلت؟ تمام. طيب الحتة التانية هنا جنب يفرق، يعني مثلا انا كنت بعطيك، فانا عايزك تاخد اللي انت اديتهوني عشان اعرف انا جنت كام في الاول، عشان اعرف الفولتميتر ده كان بيقيس كام، تمام، قبل ما انت تفرغ اصلا. فاقول له الاي الفي باتري، الفي باتري ناقص الاي في الار، تمام، الفي باتري ناقص الاي في الاي في الار العاديه بتاعتي، ولكن انا هنقص منها الفي باتري. طيب طبعا لو عندي مقاومه بس، ففي الحاله دي باخد الاي في الار. اظن الكلام واضح خالص. انت خلاص انت فاهمها. لو جالك في حاله تفريغ بتاخد القانون ده، لو جالك في حاله شحن بتاخد القانون ده، واللي بيفرق بتاعي السهم بتاعي، اللي بيفرق السهم بتاعي. بيقول لك في حاله وجود ظالب في بدايه الريستات، في الحاله دي الار بتساوي صفر. طيب لو في نهايه الريستات الار بتكون قيمه الار اللي عندي اصلا في المساله. تمام. في حته مهمه قوي اللي هي حالات الغاء المقاومه، خلينا ناخدها. اول حاله من حالات الغاء المقاومه لو انا عندي المقاومه بالشكل اللي قدامك دوت. بص لي كده يا شباب، الشكل اللي قدامي دوت، لو تلاحظ ان انا عندي 3 مقاومات، ولكن جه في هنا سلك، قال لك المقاومه لو عندها سلك، معلش، شده التيار او التيار بتاعي لو عنده مقاومه وسلك، يمشي في السلك ويسيب المقاومه، يمشي في السلك ويسيب المقاومه، يعني هو هنا هيمشي في السلك وهيسيب لك المقاومه دي، يعني المقاومه دي كانها اتلغت. طيب يجي يسالني مثلا الار داش بتساوي ايه، الار داش اقول له دي بتساوي ار 1 زائد ار 3، ار 1 زائد ار 3. بص كده جاب لك الار داش بتساوي ار 1 زائد ار 3، والمقاومه اللي في النص بتتلغي عشان انا عندي هنا سلك. في برضو 3 افكار تانيين في كتاب الامتحان وكتاب نيوتن. الفكره الاولى لو انا عندي من هنا داخل تيار، التيار مشي هنا كده ومشي هنا كده ومشي هنا ومشي هنا، بص، وبرضو دي نفس الفكره بالظبط. الفكره في الحته ديت ان لو انا عندي المقاومه اللي هنا بتساوي اللي هنا، واللي هنا بتساوي اللي هنا، بص كده، دي ار 2 ودي ار 2، دي ار 1 ودي ار 1. طالما يا شباب اللي هنا بتساوي اللي هنا واللي هنا بتساوي اللي هنا، في الحاله ديت انا بلغي التيار اللي في، بلغي المقاومه اللي في النص دي، المقاومه اللي في النص ديت بتتلغي. طيب لو ده مش بيساوي ده، في الحاله دي انا باخد ده توالي وده توالي مع دول توازي، يعني مع المقاومه اللي في النص توازي. ده لو ايه، ده لو الار ديت مش بتساوي الار دي، ودي مش بتساوي دي،
تمام. لكن لو دي بتساوي دي ودي بتساوي دي ودي بتساوي دي ودي بتساوي دي، في الحالة ديت انا بلغي المقاومة اللي في النص، لان هي ما بيكونش ليها اي ستيل لازمة. طيب المسألة الأخيرة او الشكل الأخير، الشكل الأخير نفس الحاجة بالظبط، ان انا عندي المقاومة دي بتساوي المقاومة دي والمقاومة دي بتساوي المقاومة دي، فبالتالي انا بلغي الشكل ده. عارف الشكل ده اصلا ما بيجيش الا في المسألة دي، ما بيجيش الا في المسألة دي، لو حب يلعب ما بيجيبش الا المسألة دي، تمام. في حتة المقاومة اللي هي بتتلغي، بيكون دي بتساوي دي فعلا ودي بتساوي دي، بتقوم انت لاغي المقاومة اللي في النص ده، وتقوم عامل ده على ده وده على ده، يعني النقطة دي بتكون هنا كده. فلو النقطة ده مثلا انا خليتها هنا، تمام، هنتخيل النقطة دي عندي هنا، فالنقطة دي هسميها بي. حلو حلو، فانا عندي النقطتين، يعني اعتبر النقطة دي اتلغت معلش، فعندي المقاومة ده بقت كده، يعني بقت ماشية من هنا لحد هنا، تمام، صح كده. حلو، يبقى انا عندي هنا متوصلين بنقطتين، هتلاقي هنا ار وهنا ار، ففي الحالة دي انا باخدهم توازي عشان بادئين من نفس النقطتين، تمام. طيب لان فرق الجهد بتاعهم طبعا متساوي. طيب لو هنا برضو نفس الفكرة بتاعتي، نفس الفكرة، النقطة دي بقت هنا، فبالتالي انا باخد دي مع دي توازي، يعني مثلا دي هتبقى نص ار ودي هتبقى نص ار، وطبعا مع اللي هنا بحسبهم عادي، مفيش عندي اي مشكلة، تمام، بشوف بس المدخل بتاعي منين وبحسبه عادي، ما عنديش اي مشكلة في الموضوع ده. الحته دي مهمه جدا، الله يرضى عليك، ركز معايا، وكل حته بقول عليها مهمه بيجي عليها اسئله كتيره في كتاب نيوتن. عندي هنا مثلا فرق الجهد من ال بي، بيقول لك انا عايز احسب فرق الجهد من ال بي، خلاص ما انا عارف ان فرق الجهد بيساوي الاي في الار، صح كده؟ صح، ما فيش عندي اي مشكله في دي. طب افرض مثلا هو جاي جايب لك الجهد عند الاي والجهد عند بي، وعايز فرق الجهد من اي الى بي، قال لك في الحاله دي انت بتاخد فرق الجهد عند اي ناقص فرق الجهد عند النقطه بي، تمام؟ تمام. حب يلعب مثلا بيقول لك جايب لك مثلا فرق الجهد اللي هو من A إلى B وفرق الجهد بتاع A وعايز فرق الجهد بتاع B، طبعا الحاجات دي سهلة خالص. في حتة مهمة قوي بيلعب فيها برضو، لو هو مثلا جايب لي فرق الجهد عند النقطة دي كده متصل بالأرض، الأرض بيكون الرمز بتاعها كده، في الحالة دي فرق الجهد بيكون بيساوي صفر، يعني فرق الجهد بتاعي بيساوي صفر، تمام. الحته بتاعت المصابيح برضو اللي بيلعب عليها في اسئله كتيره في كتاب نيوتن هي الجزئيه ديت. الجزئيه ديت لو انا مثلا عندي هنا بطاريه في بي، ولكن انا عندي المصابيح متوصله على التوالي، طالما متوصله على التوالي يبقى الفي بي ده هيتوزع عليهم كلهم، الفي بي هيتوزع عليهم كلهم، هتلاقي ان الفي بي بيساوي المصباح الاول زائد المصباح الثاني زائد المصباح الثالث. ليه؟ ليه؟ لان مثلا يجي يقول لي لو احترق المصباح الاثنين، لو احترق المصباح الاثنين فرق الجهد بتاع المصباحين التانيين هيقل ولا هيزداد؟ طبعا هيقل، لان كلهم كانوا واخدين في بي، كلهم كانوا واخدين في بي، يعني افترضت ان الفي بي دي ب10، تمام، ال10 متوزعه عليهم هم الثلاثه، تمام، فواحد اتشال منهم او واحد اتحرق منهم، فبالتالي الباقي دول هيقل. اقولها لك بطريقه تانية، عارف السلك الفليشر اللي عندك اللي هو كله لمبات، مش ده متوصل على التوالي؟ لو واحد اتحرق ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي كله قطع، كله قطع، يعني انت لو شلت المحروق ده ووصلت الباقي تلاقيهم بينوروا برضه، لكن هم قطعوا علشان كلهم متوصلين على التوالي. لكن في الحاله الثانيه مثلا الشبكه بتاعت البيت مش متوصله على التوازي، فتلاقي مثلا لو الثلاجه اتحرقت مفيش اي حاجه حصلت في البيت، يعني الاجهزه الثانيه شغاله عادي، تمام، تلاقي مثلا فيشه عملت قفله، هتلاقي القفله ديت قفلت ايه؟ قفلت كله، قفلت كله بالظبط كده، ان انا لو حاجه قفلت عندي هنا بتقفل كله. دي فكرة اصلا التوصيل في البيوت بتكون على التوازي، عشان لو حصل قفلة مثلا ما تولعش في البيت كله، لا يعني ما تولعش في بقية الاجهزة، لا يحصل قفلة تلاقي الزر وقع فما فيش اي مشكلة حصلت. فهنا التوصيل على التوازي، كان الفي بي بيتوزع لكله، يعني مثلا ال واحد ياخد في بي، ال اتنين ياخد في بي، ال تلاتة ياخد في بي، يعني بياخد نفس فرق الجهد بالظبط، بحيث لو الجهاز دوت ولع، التلاجة دي ولعت، ما فيش اي مشكلة حصلت، يعني دي بتاخد في بي ودي بتاخد في بي زي ما هي، ما عنديش اي مشكلة، نفس فرق الجهد. لكن هنا لو ده ولع ده بيقل وده بيقل والدنيا بتخرب. وصلت؟ نروح اخر حاجه لقانون كيرشوف. كيرشوف الاول طبعا سهل جدا، يعني مش محتاج ان انا اتكلم عنه كتير، ان اي اوت بيساوي اي ان، سيجما اي اوت بيساوي سيجما اي ان، اللي هو مجموع التيارات اللي داخله بيساوي مجموع التيارات اللي خارجه. القانون الثاني لكيرشوف اللي هو سيجما في بي بيساوي سيجما بي في، معناها ايه؟ معناها ان انا عندي الفي بي لسه كنت بتكلم عنها بتساوي كل الفي بي، يعني بص الفي بي دي معناها فرق الجهد الموجود هنا كله، فرق الجهد الموجود هنا كله، فهو قال لك بيساوي مجموع فرق الجهد اللي هنا كله. فاهم حاجه؟ طب تعالى افهمهالك، بص لي كده على المثالين اللي تحت دول، المثالين دول فيهم فكرتين وفيهم يعني هيوضحوا لك برضو القانون الثاني، تمام؟ تمام، بيقول لك هنا انا عندي من النقطه A الى B ممكن تحسب لي فرق الجهد الكهربي؟ انا عارف ان فرق الجهد بيساوي الاي في الار، انا عندي مقاومه اولى ليها ايه؟ ليها اي. بص انا فاهمك،
الاي هنا على التوالي، يبقى على طول الاي ده بيمشي في كل المقاومات اللي قبل. تمام. طيب الاي في الار واحد، تمام، اي في ار واحد زائد الاي في الار اتنين، بالظبط كده، زائد الاي في ار اللي هي المقاومه الداخليه، المقاومه الداخليه اوعى تنساها، ولكن نقصت منهم الفي بيتري، نقصت منهم الفي بيتري ليه؟ نفس الفكره اللي لسه واخدينها من شويه. هي ايه الفكره اللي واخدينها من شويه؟ ان انا عندي الاتجاه بتاعي كده، تمام، واتجاه البطاريه بتاعي برضو كده، فايه اللي بيحصل؟ البطاريه في الحاله دي هي بتفرغ، البطاريه في الحاله دي بتفرغ، لان اتجاه التيار نفس الاتجاه بتاع الفي بيتري. تمام. طيب فبالتالي انا بنقصها. طيب لو البطاريه بقى بتشحن يعني، بص الاتجاه بتاعها كده، انا ماشي كده، انا التيار ماشي كده، وانت بتديني وشك ماشي عكسي، ففي الحاله دي انت بتشحن مني، بتاخد التيار بتاعي. تمام. فطالما بتاخد التيار بتاعي يبقى لازم تجمع الفي بيتري، لازم تجمع الفي بيتري اللي سرقت التيار بتاعتي. تمام. يبقى فرق الجهد من ال A الى ال B بتقول له بيساوي I R 1 زائد I R 2 زائد ال I R زائد ال V battery، او ممكن تعملها بطريقة تانية، بيساوي I R R 1 I بعد كده افتح قوس R 1 زائد R 2 زائد R small. تمام. ده القانون اصلا اللي احنا شغالين عليه، زائد ال V battery، عشان ما حدش يستغرب يعني القانون ده شكله عامل ازاي. بص هو ده نفس القانون اللي احنا لسه واخدينه من شويه خلقه، يعني هو نفس الفكره اللي لسه شرحناها من شويه. تمام. فما فيش اي فرق في الموضوع دوت، الدنيا سهله، الفيزياء جميله. ولكن في عندي بقى قانون هنا بتاع افكار عليا، القانون ده جاي عليه مسالتين افكار عليا اللي هو بتاع القدره. فالفكره دي يا شباب مهمه جدا جدا جدا، فيا ريت نركز فيها. لو هو بيقول لي عايز القدره المستهلكه هقول له اللي هي بتساوي الاي تربيع في الار، دي ما عنديش اي مشكله فيها لان انا عندي مقاومات، زائد الاي في الفي بي، الاي في الفي بي للمصدر المشحون. تمام. يعني ايه السؤال دوت؟ يعني مثلا السؤال دوت هو اداني اذا علمت ان القدره المستنفذه 210 واط. حلو قوي. تمام. بص هنا كده، انا لما اجي اكلمه عن القدره المستنفذه انا هكلمه عن الاي والارات اللي عندي، الاي والارات اللي عندي، انا بتكلم عن المقاومات. فهنا الاي ب3، تمام، طبعا 4 عشان اي تربيع في الار، فاي تربيع وهنا مجموع الارات ب20، فهقول له اي تربيع اللي هي 9 في 20. حلو. ولكن انا لازم في الحاله ديت اجمع عليها اللي بتشحن، مين اللي بتشحن؟ ما انت بص عندي، انا عارف ان دي بتفرغ، طالما هي في نفس اتجاه التيار بتاعي، يبقى دي بتفرغ. طيب دي اللي في عكس الاتجاه، بص دي اتجاهها كده واتجاه التيار كده، يبقى دي في عكس الاتجاه، يبقى دي بتشحن، اللي بتشحن بجمعها. تمام. فبالتالي هم قايل له هجمع الاي في الفي بتاع في الفي بي بتاعت المصدر. تمام. والمقاومات كانت عندي في السؤال، والرو دبليو عندي، او البي دبليو معلش عندي، اللي هي القدره المستهلكه، فبالتالي اقدر اجيب له المصدر المشحون، وبعد كده السؤال اللي عندي ده هيتحل. وبرده كان في فكره تانية كانت جايه في الاسئله بتاعت كتاب نيوتن. تمام. فالقانون ده زي ما بقول لكم مهم جدا، يا ريت نسجله عندنا. تمام. عايزه تدريب اكتر، يعني عايزه حل على الفكره كذا مره، ما تزهقش منها، اوعى تستسلم لاي ماده، نصيحه، اوعى تستسلم لاي حاجه في الدنيا. بص هي كل حاجه سهله ولكن هي ممكن تكون معقده في الاول، يعني مثلا ما تقوليش ان مثلا وانت بتحل على قانون كيرشوف اول مساله حلتها مش زي اخر مساله حلتها. تمام. صح. ايوه كلامي صح فعلا. فانا عايزك يعني ما تزهقش من حاجه خالص، الدنيا جميلة، الدنيا بسيطة، وبرضو فكر في حلمك في المستقبل، يعني هتلاقيه يستاهل برضو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.